تسمم الحمل. تسمم الحمل هو واحد الحالة ما اللي كتوقع عند المرأة الحامل في الغالب ملي كتبدا الفصل الثالث من الحمل، كتكون عندها ارتفاع مستويات الضغط الدموي. نعم. يعني كتطلع لها التونسيون، وهذا ارتفاع ديال الضغط الدموي كيكون مصحوب ببروتينات في البول. هذه الحالة تشكل خطر عند البيبي وعند الأم، تتطلب تدخل طبي، لأنها الله يستر تقدر تعطي يعني الوفاة بالنسبة للجنين ومضاعفات حتى بالنسبة للأم. لهذا يعني هذه السيدة اللي وقع لها هذه المشاكل ديال تسمم الحمل، والغالب هو هذا السبب اللي جعل أنها خاصة غير تبدأ الحمل كنعطيو واحد الأدوية اللي كيزيدوا من السيولة ديال الدم، لأن اتضح بأن السبب الرئيسي وراء تسمم الحمل هو مشكل في المشيمة، في التكوين ديال المشيمة. يعني التكوين أثناء يعني البيبي ملي كيدخل في البيطان وكيتعشش وهذيك المشيمة كتبدا تتكون، كيكون هناك بعض البروتينات من حطام المشيمة اللي كيدوزوا في الدم ديال الأم، وكيديكلونشي واحد العمليات اللي كيجعلوا أنه لاحقا كيتكون هذا المشكل ديال الأوعية الضغط الدموي واللي يأثرنا على الجنين. دونك كنبداو لهم لاسبيرين بواحد الجرعات قليلة من بداية الحمل، فبالتالي كيكون هذاك ما كيبقاش هذاك المشكل على مستوى المشيمة وما كيتكررش الأمر. دونك هذه السيدة غير تحمل خاصها ضروري تباشر مع الأخصائي باش يبدا لها هذا العلاج، باش هاد ان شاء الله تكمل الحمل بسلام وما يعودش هذا المشكل لانه يقدر يتكرر ديال تسمم الحمل. تسمم الحمل راه ماشي هو التسمم الغذائي. فعلا اي واضح الفكره. الضغط الدموي يعني الطونسيون فاش كيطلع؟ كيطلع مع بروتينات في البول. في البول. وباش نرجعوا من التسمم غنرجعوا باش نجاوبوا يعني السيده اللي سولت على التسمم الغذائي واش كيسبب الإجهاد؟ نعم، إلا كان بعض الأطعمة ملوثة اللي كتكون يعني خصوصا بعض الألبان اللي ما كيكونش باستوريزي، هنا قدرت تشد المرأة الحامل ما يسمى بالليستيريوز، وهذه تقدر تسبب لها يعني حمى وتسبب لها في إجهاد. كذلك بعض اللحوم النيئة اللي ما كيكونوش مطبوخين مزيان كيكون فيهم داء المقوسات، يعني كيعرفوها السيدات بلا توكسون. دونك اي تسمم غذائي من هذا الباب يقدر يكون سبب في الإجهاد.